شارك سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية في الاجتماع الاستثنائي على مستوى وزراء الخارجية للدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي الذي عقد اليوم في مدينة جدة برئاسة صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيسة القمة الإسلامية، وبحضور أصحاب المعالي والسعادة وزراء خارجية الدول الإسلامية. وأعرب وزير الخارجية في كلمة له في الاجتماع عن تعازي ومواساة مملكة البحرين قيادة وشعبا إلى فخامة رئيس دولة فلسطين والشعب الفلسطيني الشقيق وأهالي وذوي ضحايا حادث القصف الإسرائيلي على مستشفى الأهلي المعمداني في قطاع غزة وجميع من فقدوا أو من فقدوا أرواحهم في المواجهات العسكرية في قطاع غزة. وقال سعادة الوزير إن مملكة البحرين تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع المؤسفة والمؤلمة التي يشهدها قطاع غزة والمواجهات المسلحة بين حركة حماس والقوات الإسرائيلية، الأمر الذي يتطلب من كافة الأطراف ضبط النفس والتهدئة ووقف التصعيد وإنهاء هذه الحرب المدمرة. وأعرب الزياني عن بالغ التقدير للدول الشقيقة في منظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية والدول الصديقة على الجهود السياسية والدبلوماسية المتواصلة التي تبذل على كافة المستويات من أجل وقف هذه الحرب المدمرة التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي وتعرض مصالح دول المنطقة وشعوبها لخطر كبير، بل وتنذر بأزمة عالمية تهدد الأمن والسلم الدوليين. وقال سعادة وزير الخارجية إن مملكة البحرين تؤكد على أن منطقة الشرق الأوسط وشعوبها في حاجة إلى الاستقرار والأمن والسلام العادل والدائم وإنهاء كافة الصراعات والنزاعات التي طال أمدها، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا من خلال الحوار والتفاهم والتسويات السياسية وفق قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وتكريس قيم التسامح والتعايش الإنساني والإخاء والتعاون وتعزيز الجهود لإرساء ركائز السلام العادل والدائم والشامل لصالح جميع شعوب المنطقة. وأود التأكيد بداية بأن مملكة البحرين تتابع باهتمام كبير تطورات الأوضاع المؤسفة والمؤلمة التي يشهدها قطاع غزة والمواجهات المسلحة بين حركة حماس والقوات الإسرائيلية والتي سببت في مقتل وإصابة الآلاف وتهجير السكان المدنيين وأدت إلى معاناة إنسانية قاسية جراء توقف خدمات الكهرباء والماء والوقود وانعدام الغذاء والدواء عن سكان القطاع، الأمر الذي يتطلب من كافة الأطراف ضبط النفس والتهدئة ووقف التصعيد وإنهاء هذه الحرب المدمرة حفاظاً على الأرواح والممتلكات وعلى أمن المنطقة واستقرارها. ويشرفني في هذا الإطار أن أعرب عن الاعتزاز بالجهود الحثيثة المخلصة التي يبذلها صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والمباحثات البناءة التي أجراها في المملكة المتحدة مع صاحب الجلالة الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة البريطانية العظمى وشمال إيرلندا، ومع كبار المسؤولين في الحكومة البريطانية ولقاء جلالته في حاضرة الفاتيكان مع قداسة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، ومباحثاته في روما مع فخامة الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا ومعالي السيدة جورجيا ميلوني رئيسة الوزراء، حيث أكد جلالته على ضرورة العمل على وقف التصعيد العسكري وأولوية حماية المدنيين والحفاظ على أرواحهم وفتح ممرات آمنة تضمن وصول المساعدات الإنسانية الإغاثية والطبية إليهم ومواصلة الجهود لتعزيز قيم التسامح والتعايش الإنساني والتواصل الحضاري وتكريس مبادئ السلام العادل والشامل. إن التصعيد الحالي في قطاع غزة يتطلب تضافر الجهود للعمل على وقفه فوراً، وتؤكد مملكة البحرين على ضرورة تحرك المجتمع الدولي للقيام بمسؤولياته الإنسانية والقانونية لوقف الحرب أولاً وفي أسرع وقت ممكن، وحث جميع الأطراف أن تنتهج الحوار والمفاوضات السلمية سبيلاً لوقف إطلاق النار وتخفيف معاناة المدنيين والعمل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بشأن القضية الفلسطينية والدفع بالجهود الرامية إلى إحلال السلام العادل والدائم في منطقة الشرق الأوسط وصولاً لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وفق حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.
مؤكدين على ضرورة أن يتحمل مجلس الأمن مسؤولياته بإصدار قرار بشأن التصعيد في غزة يلزم طرفي الصراع باحترام مبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.